تعال حبيبي. بس 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 يا كاتش، بس يا حبيبي أمه، بس بلاش عياط بقى يا عمر. بس يلا حبيبي، بس يا بس 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 يا عمر يا حبيبي ماما. يلا طيب طيب طيب، جاي اهو. الله، ادخل يا عم صالح. الخضار يا ست هاني، حطه جوه على الترابيزه في المطبخ. باقي من الحساب قرشين على الترابيزه برضه. كمان لسه 20 يوم على اخر الشهر ومش فاضل معايا الا 2 جنيه. يعني ما احناش كلام على المصروف اللي هو احنا بناكل. بس مش عارفه اتصرف، اجيبها شمال اجيبها يمين. يوه عشان اعمل لك ايه بس؟ 22 جنيه عمي اللي باخدهم، 5 جنيه للشقه، 3 جنيه للمواصلات، 2 جنيه للسجاير، وال 12 اللي فاضلين بديهم لك. ال 12 دول مش مكفيين، من يوم ما اتجوزت مش شايل شروح وفستان. يعني انا اللي ببعث على نفسي؟ مش قصدي، بس بالطريقه دي مش عارفين نعيش. عشان اعمل لك ايه بس؟ اسرق؟ انا هدور على شغل، لازم اشتغل. تشتغلي تتنيلي، اعملي اللي يعجبك، عيشتي الهباب دي. بلا من يوم ما شفتك عندي في البوتيك. يا ريت يا حبيبتي، ما انت عارفه اصلح لك الفساتين عندي في البيت، اشتغل لك بالحته، مش اقل هطلع لي بخمسه سته جنيه في الشهر، اهم ينفعوا. قلتي ايه؟ والله يا هناء، وحياتي عندك يا سميحه، انا تعبت قوي، ساعديني. طيب اتفضل يا كاظم بيه. ميرسي، ايدي الفاتورة على الحساب. حاضر، عن اذنك. اتفضلي. الو، اهلا يا قمر، ازيك؟ عندك سهرة الليلة دي؟ من بختك وصلت لي النهارده بضاعة لا مؤاخذة اللي كنت مش موجودة في باريس كلها. بس اللي فهمته انك بتدوري على شغل. ايوه يا فندم. ولا تحب ابعت؟ تعرفي تكتبي على الاله كاتبه؟ اتعلم يا فندم. طيب كويس، انا بدور على سكرتير، ده عنواني. باي باي يا سميحه. باي باي، مبروك يا حبيبتي. على ايه وانا لسه اشتغلت؟ انت عارفه ده مين؟ دي النجده اللي جات لك من السما. او يا حلوه، لو شغالك عنده لا تقولي لا خيط لك فستان ولا اشتغل لك بالحته. هتشتغلي فتره تحت التمرين وانتي وشطارتك بقى. متشكره يا بشرفش. ولو انبسطت من شغلك هنبقى ساعتها نحدد المرتب. وفتره التمرين دي مش حابب ما هي يعني؟ ما هي رمزيه، نقول 10 جنيه في الشهر. موافقه. فالحه تكسبي 10 جنيه في الشهر، ندفع 7 جنيه شغالها عشان تاخد بالها من الولد، و3 جنيه اكلها، يعني ما عملناش حاجه. وعدني لو انبسط من شغلي هيزود مرتبي. تعرفي تعملي حاجه عشان تبسط من شغلك؟ اديني بتعلم اختزال، وان شاء الله ال 10 جنيه هيبقوا 20. مش خروحي كده. بكره تشوف. ردا على خطابكم المؤرخ 17 يناير، نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم هو كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها. حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية. اسمعي، انت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها، نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من مهيتك. بس سامحه فساتينها غالي قوي والبيت اولى يا فندم. البيت ما تشيليش همه، انا هساعدك. مش فاهم يا هناء، انا انسان بيقدر الجمال وبيحب. عبيط، عايزاني اقول لك ايه يا سميحة؟ ده عارض عليا يساعدك، ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معاه. يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده،
يا الشرف والفقر والعكننه، يا الفلوس والنغنغه. وساعتها شرف ولا مش شرف، كلهم بيحترموك ويقولوا لك يا هانم. انا كنت متاكد انك هتطردي من الشغل. يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفله اللي في نادي الشركه. وعمرو هعمل فيه ايه؟ سيبيه عند الجيران. طب ما تروح انت لوحدك. اذا كان كل واحد جايب مراته معاه. كمان يا كمال ما عنديش حاجه عدل البسها. ليه؟ الفستان البامبا ماله؟ ما هو كويس. يلا يلا البسي بلاش نكد يلا. حاضر. تيجي هنا نقعد جوه مع الناس. هنا كويس. مش شايف الستات لابسين ازاي؟ والله مش ذنبي. ستات اهاليهم اغنياء وبيساعدوهم. وما تقولش ليه ان جوازهم اللي اغنياء ولا ماهيتهم كبيره. احنا جايين نتنكد هنا كمان؟ مش انت اللي بتغلط يا كمال. ماشي خير. المدير العام بتاعنا جاي ناحيتنا. اتيكيت انك تسلمي وانت قاعده، فاهمه؟ حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سعفان بيه المدير العام بتاعنا. هناء مراتي. اهلا وسهلا. اهلا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل. ان شاء الله تكونوا مبسوطين من الحفله. الحقيقه يا فندم حفله ممتازه. ترى مدام عارف البيت ولا بتشتغل؟ هي اخذت زوجيه وقعدت في البيت. ايه العيال بقى يا فندم حضرتك عارف؟ والعيال دول يبقوا كام؟ ولد واحد يا فندم. انا قلت كده برضو. اصل الهانم اللي يشوفها يفتكر انها مدموزيل. ده بس من ظرفك يا فندم. ها بتشربوا ايه؟ ليمون ومانجا. يا راجل قوم هات لك كاسين. ما فيش لزوم يا فندم. قوم قوم. على اذنك. والهانم ما عندهاش استعداد انها تشتغل؟ على كل حال اذا فكرت تشتغلي اتصلي بقى في النمره دي. مش ضروري. يبقى كمان يبلغ حضرتك. وماله؟ خلي الكارت معاكي ممكن تحتاجيني في اي خدمه. تبقى تكلميني في النمره المباشره دي. اتفضل يا فندم. الحقيقة أنت منورة الحفلة. أمال فين كاس المدام؟ هي أصلها ما ميرسي ما بشربش. صحتك يا فندم. صحتك. الحقيقة المدام بتاعتك كلها رقة. عن إذنكم. اتفضل. فرصة سعيدة. شكرا. مع السلامة يا فندم. مالك مبوزة ليه؟ عايز امشي. ليه؟ عايز امشي يا اخي. انا عارفك ما انتش وش حفلات كده. طب اتفضل. ايه ده؟ كارت المدير العام بتاعك انتهى فرصة انك قمت وادهولي. فيها ايه؟ مش فاهم. لا افهم. انت سيئة النية كده ليه؟ خلاص من قلة الستات هيعكسك انتي؟ أجمل واحدة في الحفلة ولا هو ما عندوش نظر؟ وأمام الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها أمام حضراتكم، يطرح أن الأستاذ كمال عبقرية اقتصادية فذة. يجب التمسك بها ودفعها إلى الأمام وتشجيعها حتى تعود مجهوداته بالخير على الشركة والعاملين بها. أي بص في هنا اهو. وريني معاك. مساء الخير يا هناء. أهلا حبيبي. مساء الخير يا عمرو. أهلا بابا. ازيك حبيبي؟ يلا هناء البسي بسرعة.
ليه؟ سعفان بيعزمنا على بارتي عنده في البيت، ده بيعتبرني صاحبه دلوقتي. بارتي؟ ايوه. لو النبي عارفين انا من حكايه البارتي دي. اوه، ما تخليك